في القناة، فعزرك عايز تضغطوا لايك. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله في الفيديو دوت هنبدا حل كراسه المعاصر A week is enough للصف الثالث الاعدادي بدايه من صفحه 3 اللي هي صفحه 3. نبدا بالسؤال الاول في ورقه الامتحان اللي هو سؤال الدايلوجز اللي هي المحادثات. بول احمد اند ايمن ار توكينج اباوت، يعني بيتحدثوا عن ناتشرال هابيتاتس، طبعا قلنا اللي هي البيئات او المواطن الطبيعيه. بقول له هلو ايمن وات ار يو دوينج، يعني ماذا تفعل؟ فبقول له هلو احمد، قال له اجابه، قال له سؤال تاني، ذا بوك از اباوت، الكتاب عن انيمالز ان رين فورستس اللي هي الحيوانات في الغابات الاستوائيه او المطيره. يبقى معنى كده ان هو بيعمل ايه؟ يبقى هيقول له اي ام، ونحط كلمه ريدنج ا، واحط كلمه بوك. بيقول space the book is about animals، يبقى هنبدأ بكلمة what، نعمل مقص، يبقى is the book about، يعني الكتاب دوت بيتكلم عن ايه. سؤال تاني قال له the orangutan is my favorite rainforest animal، طالما favorite يبقى بنسأل عن الحيوان المفضل، يبقى هنقول what او ممكن نقول كلمة which. عندي كلمة is، يبقى what is your، ونحط كلمة favorite، قلنا طبعا اللي هو مفضل، ونحط كلمة رين فورست انيمال، ونحط علامة استفهام. قال له ذا اورانجوتان از ماي فيفورت رين فورست انيمال، وات از ذا بروبلم، ايه المشكلة؟ ذات افكت، طبعا قلنا كلمة افكت معناها تؤثر على رين فورست بادلي، بشكل سيء. طب يا ترى احط حاجة بمزاجي؟ نكمل المحادثة هنقدر نعرف. بقول له وات داز ديفورستيشن مين؟ اه يبقى ايه المشكلة؟ أكيد يبقى هنقول ذا بروبلم، ونكمل ذات افكتس رين فورستس بادلي از، ونحط كلمة ديفورستيشن، أو ممكن نبدأ الإجابة بكلمة deforestation is a problem that affects rainforests badly. طب what does deforestation mean؟ معنى deforestation خدناها طبعا اللي هي قطع الإيه؟ الأشجار. يبقى هنقول it means، طبعا جبنا اس عشان هنشطب كلمة does، يبقى it means cutting down، ونحط كلمة trees بشكل بسيط خالص، يبقى it means cutting down trees. نروح للدايلوج رقم بي، بيقول ايمن اند اشرف ار توكينج اباوت رينيوبل انرجي، خدنا طبعا اللي هي الطاقه الايه المتجدده. بقول له هلو وات ار يو ريدنج، بتقرا ايه؟ فبقول له هلو ايمن، فرد عليه سؤال قال له ات از اباوت رينيوبل انرجي، يعني عن الطاقه اللي هي المتجدده، يبقى كلمه رينيوبل انرجي. سؤال قال له ان ماي اوبينيون ات از اور هوب، يعني هي الامل، ان ذا فيوتشر، في المستقبل. What are the forms of renewable energy؟ يا ترى هي الأشكال بتاع الطاقة المتجددة؟ فهيرد عليه بإجابة. What do you think of solar energy project؟ لمشروعات الطاقة الشمسية خلاص الموجودة في مصر. فهيرد عليه، بيعبر عن وجهة نظره. طب نروح بقى للسؤال الأول، بيقول له، هو بيقول هنا إيه؟ أشرف and أيمن are talking about renewable energy. What are you reading؟ يبقى هقول I am، ونحط مثلا reading، ممكن نحط مثلا كلمة an article اللي هي ايه؟ مقال، أو ممكن a review، ما فيهاش أي مشكلة خالص. سؤال قال له it is about renewable energy، يبقى هنقول what is it about، يعني هي عن ايه؟ يبقى عن الطاقة المتجددة. قال له in my opinion it is our hope in the future، طالما قال لي in my opinion يبقى اسأله عن رأيه، يبقى what is your opinion، يعني ما هو رأيك، ونحط كلمة about أو ممكن نقول كلمة of renewable energy اللي هي الطاقة المتجددة. قال له what are the forms of renewable energy اللي هي أشكال الطاقة المتجددة، أهمها من الحوار اللي هي كلمة إيه؟ solar energy، يبقى هنقول solar energy،
ممكن نجيب بقى حاجة كمان معانا and مثلا wind power، طالما بيتكلم على فورمز جمع. طب what do you think of solar energy project in Egypt؟ أهمية المشروعات ديت، يبقى هنقول I think they are important and، شطار، ناس قالت الإجابة، يبقى كلمة useful بمعنى مفيد. نروح للمحادثة رقم C. بقول أحمد and حسن are talking about their future jobs، اللي هي الوظائف المستقبلية. بقول له can I ask you some questions، ممكن أسألك بعض الأسئلة؟ فأكيد هيرد عليه يقول له yes you can أو yes of course، يعني بالتأكيد. سؤال قال له yes I like media so much، طالما في كلمة yes يبقى هنجيب سؤال بادئ بفعل مساعد مش موجود عندنا، يبقى نبص على الفعل like، مصدر من غير إضافات، يبقى نبدأ بكلمة do، يبقى do you like ونحط كلمة media. طب سؤال قال له I like the job of a news reader so much، يبقى هنا بيتكلم عن وظيفة، يبقى which job do you، ونحط كلمة like، أو ممكن نقول what is your favorite job in the media. قال له what are the skills، skills اللي هي الايه، مهارات needed for this job، عشان يكون news reader اللي هو قارئ الايه، قارئ الأخبار، فهيقول بعض السكيلز اللي هي الايه، اللي هي المهارات. وكمل قال له وات اباوت يور فيفورت فيوتشر جوب، يبقى هنا بالنسبه للنيوز ريدر اللي هو قارئ الاخبار، يبقى اي ثينك ا نيوز ريدر شود بي، ممكن نحط الكلمه دي كونفيدنت بمعنى واثق، and clever. طب قال له what about your favorite job، وظيفتك انت تحب تطلع ايه؟ فرد عليه قال له the photographer is a great job، اكيد يبقى هيقول له I want to be a photographer، يعني عايز اطلع ايه، مصور. نروح بعد كده لبيج 8 صفحة 8 اللي هو السؤال الثاني في الامتحان، اللي هو سؤال read and complete، اللي هو سؤال تكملة. بيديني كلمة believed اللي هي الماضي من كلمة believe، مليون wonder قلنا عجائب، believes معناها يصدق أو يعتقد، period قلنا فترة أو مدة، وديزرت اللي هي صحراء. بول ايجيبت هاز سم wonders، قلنا wonders اللي هي العجائب، ذا جريت ساند سي اللي هو بحر الرمال العظيم، از وان اوف ذيس، يبقى واحد من ايه، شطار، يبقى نحط كلمة wonders اللي هي العجائب. This is a part of the western، على بعضها خدناها، يبقى western desert اللي هي الصحراء الغربية. And here you can find lots of، كثير من، sand mountain، جبال رملية، and some unusual glass. It is، طبعا طالما جاب لي it و is، خلاص تصريف ثالث للفعل، يبقى كلمة believed that the glass is more than 29 space years old، طبعا احنا بنتكلم بقى عن العمر، يبقى هنحط كلمة مليون. نروح للسؤال الثاني، fly place hard flew ways، كلمة weather اللي هو الطقس. will winter is cold اللي هو الشتاء بيكون cold بارد، in some places في بعض الأماكن، it can be space for animals and birds to find food، يبقى اكيد هيكون hard يعني صعب. during winter اثناء الشتاء، they get through this time in mini space، طبعا كلمة mini يبقى اكيد هجيب بعدها اسم جمع، يبقى هنحط كلمة ways. for example birds and butterflies اللي هي الفراشات، can space so many of them don't stick around for the winter، طبعا يبقى هنا جاب لي كلمة ايه، كان، يبقى هحط مصدر بدون اي اضافات، يبقى هنحط كلمة fly. around for the winter they go to another، بيروحوا الى، تمام، يبقى to another place اللي هو مكان، with nice weather then they come home in the spring، بيعودوا في فصل الربيع، we call this، يعني بنسمي ده migration اللي هي هجرة الطيور. نروح لرقم C language، اللغة has have
اونلاين طبعا اللي هو عبر الانترنت، ارتكلز قلنا مقالات، وجوبس اللي هي وظائف. بول اي ستادد انجلش اند ميديا، يعني بيدرس اللغه الانجليزيه والاعلام. ات يونيفرستي اي ورك از ان اديتور اللي هو محرر. اي ورك فور ان انجلش سبيس ويب سايت، طبعا يبقى كلمه انجلش لانجويج اللي هي اللغه. Nowadays more people read news، الناس بتقرأ الأخبار، يبقى أكيد عبر الإنترنت، يبقى كلمة online. I like this job. Lots of different journalists، المصحفيين send me their، ها هيبعتوا إيه؟ شطار أكيد. Articles اللي هي المقالات. And I space to decide، طبعًا I يبقى هتاخد كلمة have، يبقى have to decide يعني قرر which ones are the most important، الحاجات المهمة يعني. It is one of the most interesting jobs، يعني وظيفة شيقة. نروح لرقم دي. Products خدناها طبعا منتجات، will سوف، energy saving خدناها على بعضها موفر للطاقة، meteorite قلنا طبعا اللي هو نيزك، rechargeable قابل للشحن، وكلمة would اللي هي الماضي من كلمة will. We have to care for يهتم بي the planet اللي هو الكوكب الأرض يعني on which we live اللي بنعيش عليها. There are many ways to be green. طبعا قلنا كلمة green مش معناها أخضر بس، لا معناها صديق للبيئة أو غير ضار بالبيئة. This can be done by using sustainable، طبعا كلمة sustainable قلنا اللي هي مستدام أو صديق للبيئة، يبقى أكيد كلمة products اللي هي منتجات. We can use space light bulb، خدناها طبعا على بعضها، يبقى كلمة energy saving light bulbs that don't use much electricity. We can also use space batteries، يبقى البطاريات اللي يبقى قابلة لإعادة الشحن، يبقى كلمة rechargeable، يبقى rechargeable batteries which can be charged many times. If we didn't help the environment our life، طبعا if we didn't يبقى الحلقة التانية، يبقى أنا محتاج كلمة would زائد المصدر موجودة be، يبقى would be more difficult. السؤال الأخير معانا في صفحة 8، مديني I funny call me name likes. Will I work in a tourist information office، مكتب سياحي يعني. Three other people work with، يبقى ثلاثة كمان شغالين، يبقى with me أكيد يبقى شغالين معاه. They are space ندى summer and عمر، يبقى they are شطار، يبقى كلمة called. ندى is a very space girl، يبقى هنحط طبعا الوصف بتاعها يبقى كلمة funny. And she always makes jokes. Summer اللي هي نكت يعني. Is an older woman and I don't know her very well، معرفهاش كويس. عمر is a friendly man، راجل طيب او ودود. And everyone space him، طبعا everyone قلنا بجيب بعدها فعل مفرد، يبقى هنا نحط كلمة likes him because he is very helpful، لأنه رجل helpful طبعا بمعنى متعاون. نروح بعد كده لصفحة 9، صفحة 9، والسؤال الثالث في الامتحان اللي هو سؤال القطعة. بنقرأ القطعة وبعد كده بنحط الإجابات زي ما تعودنا. بول until the 1960s لفترة الستينات the Aral Sea was one of the biggest seas in the world، بحر الأورال كان هو أكبر خلاص بحر في العالم أو من أكبر البحار في العالم. Today you can walk across a lot of it، دلوقتي ما عادش فيه مية كتير، يبقى معنى كده إن مساحته قلت. It looks like a desert، وكأنه أصبح صحراء. There are boats now lying on sand، المراكب اللي كانت في قلب البحر ما عادش فيه مية، فدلوقتي موجود على الرمل. That was once the bottom of the sea، اللي كان في يوم من الأيام قاع البحر. The problem started، المشكلة بقى مشكلة جفاف البحر دوت. In the 1960s في فترة الستينات when people started to irrigate، irrigate بمعنى يروي، the land around the Aral Sea to grow cotton. Every year after that there was less and less water، المية قلت كل عام عن الآخر. And the sea became smaller، البحر مساحته أصبحت أصغر. Today there is little water left، ما عادش غير مية بسيطة. In parts of the sea، في أجزاء من البحر. In the east part، في الجانب الشرقي، there is no water at all، ما فيش فيه مية على الإطلاق. In the 1980s،
فترة الثمانينات the fishing village of ميونات قرية ميونات was next to the sea كانت قريبة من البحر today نتيجة بقى الجفاف بتاع البحر the nearest sea water is about 70 kilometers away المية خلاص قلت لمسافة 70 كيلومتر few people in the village have the same jobs now الناس أكيد زمان كانوا شغالين على الصيد دلوقتي لا الوظائف اتغيرت they have to find different jobs كان لازم أو لازم إن هم يدوروا على وظائف مختلفة طب نروح بقى للسؤال الأول بيقول the word كلمة word يعني كلمة irrigate يروي means طبعا irrigate معناها يروي يبقى water ولا give up ولا wake up ولا break down أكيد يبقى كلمة water water طبعا هنا بتيجي بمعنى يروي أو يسقط give up معناها يقلع عن أو يتخلى عن wake up معناها يوقظ أو يستيقظ يعني break down بمعنى يتعطل the fishing village of ميونات wasn't space the sea خلي بالك بقول لك wasn't يبقى ما كانتش زمان ايه ما كانتش بعيده عن البحر زمان يبقى near ولا far from ولا كلمه next to ولا above طبعا هنا wasn't far from ما كانتش بعيده ولكن دلوقتي اصبحت بعيده لان الميه ايه قلت the suitable title for this passage is العنوان المناسب يا ترى the Sahara Desert ولا the Red Sea ولا the Aral Sea ولا the Black Sea أكيد بشكل مباشر يبقى the Aral Sea السؤال الأول why is the sea smaller now than in the past ليه بقى البحر أصبح مساحته ضيقة أو قليلة عن الماضي يبقى هنقول because people used water to irrigate the land why do you think people in Mayonnaise have different jobs today يبقى هنقول because the sea became smaller يعني أصبح إيه؟ أصغر حجما and they ونحط كلمة can't find fish summarize the third paragraph in your own words اللي هو الباراجراف الثالث اللي هو ده خلاص يبقى هنقول the nearest land to the sea is about 70 كيلومتر طبعا او اي ملخص هيبقى برضو اجابته صحيح نروح بعد كده لتمارين اليونتس الوحدات هنبدا بيونت 7 بدايه من بيج 12 اللي هي صفحه 12 اللي هو الجزء الخاص بالكلمات بول there are a lot of trees اللي هي الكثير من الاشجار in the space and it rains a lot there وبتشتي كتير في المكان ده rainforest اللي هي الغابات الاستوائيه desert اللي هي الصحاري بول اللي هي القطب الشمالي او القطب الجنوبي coasts اللي هي السواحل طبعا يبقى هنا بتكلم على كلمة rain forests اللي هي الغابات الاستوائية نروح لصفحة 13 our house is spaced by a fence fence اللي هو سور of trees من الأشجار يبقى blocked معناها مسدود ولا surrounded محاط به clicked معناها يضغط على ولا stood اللي هي الماضي من كلمة stand اللي هي يقف لا يبقى هنا كلمة surrounded by يبقى كلمة محاط به Space is the antonym قلنا antonym اللي هو عكس او مضاد of the word protect قلنا protect بمعنى يحمي يبقى عكسها يدمر خلاص يبقى keep ولا damage ولا develop ولا save لا يبقى هنا نحط كلمة damage بمعنى يدمر Mobile phones are للموبايلات space of modern technology التكنولوجيا الحديثة يا ترى كلمة wonder ولا كلمة wonders ولا borders ولا كلمة palm طبعا يبقى قلنا أحد عجائب يبقى كلمة wonders اللي هي الإجابة رقم B وزي ما خدنا في الشرح قبل كده قلنا كلمة wonder ديت بمعنى يتجول تالتة borders اللي هي حدود وpalm طبعا اللي هي شجر النخيل cutting down all trees قطع الأشجار in one area
نقطع الأشجار في منطقة واحدة is called، ده بنسميه يا ترى condensation اللي هو التجسيف، ولا evaporation اللي هو التبخر، space station محطة فضاء، ولا deforestation؟ طبعا يبقى كلمة deforestation اللي هي قطع الغابات. Space means being put in a dangerous situation، يعني يكون في موقف خطر، يبقى safe آمن great عظيم surrounded محاط ولا endangered، سهلة خالص للي حافظ الكلمات، يبقى كلمة endangered معناها معرض للخطر. اللي بعدها بول ستودنتس لما الطلاب in the faculty of science في كلية العلوم study many space of plants اللي هي نباتات and animals، يا ترى spaces اللي هي فضاء species قلنا طبعا او speeches اللي هي انواع او فصائل bowls طبعا بتيجي بمعنى قطب شمالي او جنوبي او بتيجي بمعنى اعمده او pieces، لا يبقى هنا طبعا كلمه species او speeches اللي هي فصائل او انواع. The synonym اللي هو مرادف of the word famous، كلمه famous مشهور equals يعني بتساوي بقى، يا ترى unknown غير معروف ولا well known معروف ولا unclear غير واضح ولا strange غريب، يبقى هنا طبعا well known، يبقى famous أو known أو well known. The doctor advised me to change my space to get better، عشان يتحسن يبقى هيغير life style أسلوب حياة، clothes ملابس، town مدينة، friends اللي هم أصدقاء، طبعا يبقى هنا بتكلم على كلمة life style اللي هي أسلوب الحياة. The coastal habitat اللي هي البيئة الساحلية is found next to the، خلاص حفظناها في التعريفات، desert صحراء، sea بحر، north pole قطب شمالي ولا lake، طبعا يبقى هنحط كلمة sea اللي هو البحر. نروح بعد كده للتمارين الخاصة بـ unit 8 الوحدة الثامنة، بداية من صفحة 15 اللي هي 15. السؤال الأول بول سبيس ار فورمز، قلنا ليه اشكال اوف نون رينيوبل، قلنا كلمه نون رينيوبل يعني غير متجدد انرجي، يا ترى سولار انرجي اللي هي طاقه شمسيه، ولا هيدرو الكتريك باور اللي هي طاقه كهربائيه اللي جايه من الميه، ولا فوسيل فيولز اللي هو الوقود الحفري، ولا ويند توربينز، طبعا يبقى هنا كلمه فوسيل فيولز اللي هو الوقود الحفري ده طاقه غير متجدده. Trees space in carbon dioxide and give out oxygen، خدنا تعبير على بعضه، move يحرك، breathe معناها يأخذ أو يستنشق، make يصنع، turn بمعنى يحول، طبعا يبقى خدناها كلمة breathe in اللي هي الإجابة رقم B اللي هي معناها takes. Space sites are dangerous for the environment، خطير بالنسبة للبيئة. We should recycle، قلنا يعيد استخدام أو يعيد تصنيع، rubbish instead بدلا من ذلك، خدناها على بعضها، قلنا طبعا كلمة landfill sites لأماكن إلقاء أو دفن القمامة. جملة أربعة Space are used for covering floors، حاجة بنستخدمها علشان نغطي الأرضيات، sofas، carpets، curtains، بلانكتس البطاطين، ولا كيرتنز الستائر، كاربتس السجاد، طبعا ديت الاجابه بتاعتنا كاربتس، وصوفا طبعا اللي هي الكنبه. تيك ان قلنا بمعنى يمتص او ياخذ، كان بي ريبليسد باي ذا وورد، من الكلمات المهمه جدا في الوحده، قلنا تيك ان ايكوالز ابسورب بمعنى يمتص اللي هي الاجابه رقم بي. ذا هيد ماستر سبيس ا سبيتش اباوت ذا امبورتانس، أهمية recycling old things، خدنا برضو تعبير على بعضه، يلقي خطبة أو كلمة، يبقى كلمة gave a speech. You should space making bad friends، خد بالك بقى بعضنا في الجملة ديت هيتخدع، خلاص هيشوف كلمة making، حافظ في الوحدة الثامنة خدنا إن كلمة suggest ممكن أجيب بعدها فعل زي ing، طب ما خلي بالك avoid و prefer و practice ممكن أجيب بعضهم ing، يبقى ده اختيار معنى. making bad friends اللي هو يكون أو يتصاحب على أصدقاء سيئين، يبقى هنا يتجنب أو يبعد عن، يبقى كلمة avoid اللي هنا بتساوي كلمة stop. We can get space energy from the sun، الطاقة اللي جاية من الشمس حفظنا، يا ترى ويند رياح، لانر معناها قمري خاص بالقمر، سولار شمسي، ولا نون رينيوبل غير متجدد، لا يبقى هي طاقة متجددة، يبقى هنا بنقول عليها كلمة سولار انرجي اللي هي الطاقة اللي جاية من الشمس. What are the space for climate changes لتغير المناخ in the world في العالم، يا ترى causes ولا reasons ولا seasons ولا advantages، طبعا خدناها طالما جاب لي كلمة for يبقى reasons for لأسباب أو مبررات، طبعا عشان أجيب كلمة cause حفظناها cause of، season اللي هي فصل أو موسم، وadvantage طبعا اللي هي مميزات. رقم 10
space is the antonym. قلنا اللي هو عكس of the word decrease. طبعا كلمة decrease بمعنى يقل، يبقى عكسها يزيد، يبقى reduce increase slow down ولا interrupt. لا، يبقى هنا نحط كلمة increase بمعنى يزداد. reduce يقلل بتساوي كلمة decrease، slow down معناه يخفض أو يهدئ أو يبطئ، interrupt طبعا بمعنى يقاطع. نروح بعد كده للتمارين الخاصة بالوحدة التاسعة، بداية من بيج 17 اللي هي صفحة 17. بول كول اللي هي الفحم اند بترول اللي هو البترول او البنزين ار نوت سبيس سورسز اوف انرجي، ليست، خلي بالك بقى بيقول لك نوت، نون رينيوبل اللي هي غير متجدد ولا يوسفول مفيد ولا سستينابل اللي هو دائم او مستمر ولا كلرفول، طبعا ليست دائمه اللي هي كلمه سستينابل. خدنا طبعا كلمه سستينابل بمعنى دائم او صديق للبيئه او مستدام. طبعا لو شال كلمه نوت خلاص كنت هقول ار نون رينيوبل غير متجدد. ميلتينج ايس ذوبان الجليد ان ذا نورث بول causes بيسبب an increase اللي هي زياده in the sea، خدناها على بعضها سي شطار ليفل. طبعا في ناس بتجاوب اهيت لانها حافظه الاجابه او حافظه الكلمات بشكل كويس. اللي بعدها the word inexpensive gives the same meaning as، طبعا قلنا expensive معناها غالي، in expensive يبقى مش غالي معناها رخيص، يبقى رخيص هنا بتساوي كلمه cheap اللي هي الاجابه رقم بي. The antonym عكس of the word simple، قلنا simple بمعنى بسيط أو سهل، يبقى عكسها هو عايز هنا العكس، easy سهل، complicated معقد، comfortable مريح، useful مفيد، لا يبقى هنا كلمة complicated اللي هي معقد أو hard. The synonym of the word remote، قلنا remote معناها بعيد أو نائي، يبقى معناها بتساوي near ولا far ولا close ولا hard، طبعا يبقى عكس بعيد او مرادف بعيد اللي هي ريموت، يبقى بتساوي كلمة فار، لو العكس يبقى نير او كلمة كلوز. This factory اللي هو المصنع سبيس ديري برودكتس خدناها اللي هي منتجات الالبان such as مثل تشيز اللي هي الجبنة and yogurt اللي هو الزبادي، يا ترى reduces ولا increases ولا produces ولا pollutes، طبعا هنا ينتج يبقى هنا كلمة produces اللي هي الاجابة رقم سي. نروح لصفحة 18. My uncle has a space that makes parts of cars اللي هو بيصنع قطع غيار السيارات او اجزاء السيارات، يبقى يا ترى شوب محل، بزنس شركه ولا هوتيل ولا كافيه، طبعا يبقى نحط هنا كلمه بزنس خدناها بمعنى كومباني اللي هي شركه. فانتاستيك كلمه فانتاستيك قلنا بمعنى رائع، كان بي ريبليسد ويز يبقى بتساوي ايه ده المعنى يعني، ترابل ولا اوسم ولا دينجرس ولا اجلي، طبعا يبقى الاجابه رقم بي كلمه اوسم اللي هي رائع. يو شود سبيس اوف يور كمبيوتر ات نايت بيفور سليبنج قبل ما تنام، تيك تيرن ميك بوت، طبعا يبقى هنا قلنا يغلق يبقى تيرن اوف بمعنى يطفئ اللي هي بتساوي السويتش اوف. وي شود سبيس ريوزابل ثينجز اللي هي الاشياء اللي يمكن اعاده استخدامها، تو بروتكت ذا انفايرمنت عشان نحمي البيئه، اند سيف انرجي، سايكل ريرايت، ريسايكل ريارينج، طبعا يبقى هنا كلمه ريسايكل، خلي بالك كلمه سايكل ديت معناها يركب دراجه او يقود دراجه كفعل. نروح بعد كده للتمارين الخاصه بيونت 10 الوحده العشره، بدايه من صفحه 20. نروح للسؤال الاول بيقول ميني استرونومرز، طبعا قلنا اللي هم علماء الفلك، ستاديد ذا بلانيتس يعني درسوا الكواكب ان اور سولار، المفروض اللي حافظ الكلمات ديت خلاص سهله خالص، قلنا سولار سيستم اللي هو النظام الشمسي. ساينتست يوز بيستخدموا ذا سبيس تو ميك ثينجز نيرر عشان يخلوا الاشياء البعيده خلاص اقرب، يبقى يشوفها عن قرب، يبقى تلسكوب ولا هيلمت ولا ريسيفر ولا دراور، طبعا يبقى هنا نحط كلمه تلسكوب اللي هو التلسكوب. ساتلايتس سند بترسل سبيس تو ذا انترنت تو هيلب اس، خدنا طبعا ساتلايتس بترسل رسائل او اشارات، يبقى دي بنسميها ساينز ولا سيجنالز، سينز سلايسز، طبعا يبقى قلنا كلمه سيجنالز اللي جابها رقم بي. ساينز قلنا اللي هي لافته او يافطه، سين اللي هي مناظر او مشاهد، سلايس اللي هي شرائح. يو كان تيك سمر كورسز اللي هي
دورات صيفيه. In English to space your language، يا ترى بروف ولا ابروف ولا امبروف ولا موف؟ خلينا طبعا يحسن او يطور، يبقى كلمه امبروف. ناسا سنت ميني، وكاله ناسا بتر او ارسلت الكثير من سبيس انتو سبيس في الفضاء، يبقى ستيشنز ولا شاتلز ولا كلمه بلانيتس ولا كلمه كارز؟ طبعا يبقى ارسلت حاجه اسمها مكوك فضاء، مكوك فضاء ديت يبقى اسمها كلمه شاتلز. طبعا ستيشنز اللي هي محطات، بلانيتس اللي هي كواكب، كارز اللي هي سيارات. You can see a lot of satellites، كثير من الأقمار الصناعية، ودي جملة مهمة اتكررت في أكثر من امتحان. Space the Earth، يا ترى orbit leave hit build، قلنا طبعا يدور حول، يبقى ديت كلمة orbit. الجملة اللي بعدها Space is the synonym، قلنا synonym اللي هو مرادف ل let، خدنا let بمعنى يسمح، يبقى طبعا يسمح هنا بتساوي كلمة arrive ولا allow ولا come ولا take، لا يبقى كلمة allow بمعنى يسمح لشخص يفعل الشيء. The person who studies the stars، بيدرس النجوم and planets الكواكب، is called، يسمى يا ترى astronaut رائد فضاء، astronomer عالم فلك، vet اللي هو طبيب بيطري، teacher مدرس. طبعا طالما قال لك studies بيدرس كواكب ونجوم يبقى ده اسمه astronomer، انما لو قال لك travel into space بيسافر للفضاء كنت هجيب كلمة astronaut. The space is a rock that flies through space، يعني حاجة زي الصخرة كده بتطير في الفضاء، يا ترى كلمة comet ولا star ولا كلمة planet ولا كلمة moon؟ طبعا قلنا طالما قال لك كلمة rock يبقى هنحط هنا كلمة comet، طبعا اللي هي المقصود بها حاجة زي المذنب الفضائي. اللي بعدها Space is called the red planet، طبعا كلمة red planet اللي هو الكوكب الأحمر، طبعا ده معروف ان هو المريخ، يبقى كلمة مارس، كلمة مارس اللي هو المريخ. نروح بعد كده للتمارين الخاصة بيونت 11 اللي هي الوحدة ال 11 بداية من صفحة 22. نروح للجملة نمبر 1، بول ذا بيرسون هو ريسيرشز اللي هو يقوم بالبحث عن او بيبحث فيه، اند رايتس يكتب نيوز ارتكلز اللي هي المقالات، از كولد ا بيسمى فوتوغرافر مصور، بريزنتر معناها مذيع او مقدم برنامج، ولا فيت طبيب بيطري، ولا جورناليست؟ طبعا يبقى جورناليست الاجابة رقم سي. بول اوردينيرلي اللي هي معناها معتاد او عادي او طبيعي، كان بي ريبليسد باي، ريبليسد باي يعني بتساوي، ذا وورد abnormally معناها غير معتاد، ولا logically معناها منطقي، ولا exceptionally معناها استثنائي، ولا normally؟ لا يبقى هنا كلمة normally بمعنى طبيعي أو معتاد. quiet معناها هادي، is the antonym عكس of the word، خلاص كلنا حافظين، يبقى كلمة noisy اللي هي مزعج أو كثير الإزعاج. my uncle reads يعني بيقرأ the news اللي هي الأخبار on TV في التلفزيون، يبقى هي از، يا ترى هو شغال ويب ديزاينر اللي هو مصمم مواقع او شبكات، ولا نيوز ريدر قارئ اخبار، ولا كاميرا اوبريتور اللي هو عامل او مهندس كاميرات، ولا تيتشر؟ طبعا يبقى هنا كلمه نيوز ريدر اللي هو قارئ اخبار. The writers اللي هم الكتاب usually get photographs بيحصلوا على الصور from، يا ترى جورناليستس ولا فوتوغرافرز ولا ديزاينرز ولا دكتورز؟ طبعا يبقى كلمة فوتوغرافرز اللي هم المصورين طالما قال لي فوتوغرافز. space means giving money to charities، إعطاء المال للمؤسسات الخيرية، creating donating operating checking، طبعا سهل خالص، يبقى كلمة donating اللي هي التبرع. as space is the person اللي هو شخص who sees the event، حد بيشوف الحدث، first أول واحد بيشوف حاجة، and report it ويبلغ عنها أو بخصوصها، criminal مجرم، barber اللي هو حلاق، witness شاهد، baker خباز، طبعا يبقى witness اللي هو الشاهد. we add the suffix اللي هو المقطع space to give the adjective of the word would، حافظنا ان كلمة would الصفة منها ايه؟ wooden، يبقى حطينا en. it's time فور، حان الوقت لي سبيس، اي ام فيري هانجري، طالما قال لي جائع يبقى ده حان وقت سليبنج، فن، لانش، بلاينج، طبعا يبقى كلمه لانش اللي هو الغداء.
My grandfather is paid from his work at the age of 65. يا ترى joined التحق ولا retired معناها تقاعد، prepare يعد أو يجهز، graduate التخرج، طبعا هنا تخرج من الجامعة، إنما هنا طبعا قلنا يتخرج خلاص من شيء جامعي أو مكان جامعي أو في مادة يبقى اسمها graduated، إنما هنا يتوقف عن العمل أو يطلع معاش يبقى قلنا كلمة retired الإجابة رقم B. نروح لتمارين يونت 12 الوحدة ال 12 بداية من صفحة 25. نروح للسؤال الأول بيقول محمد صلاح is my space I admire him so much. قلنا admire بمعنى يعجب بيه، يبقى هو اير بمعنى يستأجر ولا هيرو بطل وركر عامل ولا بيكر خباز، طبعا يبقى كلمة هيرو بمعنى البطل. منى وركس از سبيس ات ا سوبر ماركت، في السوبر ماركت يبقى شغاله كاربنتر نجار، نيرس ممرضه، اسيستنت بائع ولا فيت طبيب بيطري، طبعا يبقى كلمه اسيستنت اللي هي بائع. The synonym of the word space is rise. Rise قلنا بمعنى يرتفع أو يزداد، يبقى بتساوي reduce يقلل، increase معناها يزيد، break يكسر، knock بمعنى يخبط أو يهدم، طبعا يبقى هنا كلمة increase طالما قال لي كلمة synonym. Space is the antonym اللي هي عكس of the word professional، طبعا قلنا كلمة professional اللي هو محترف، يبقى يا ترى كلمة amateur اللي هي هاوي، client اللي هو عميل او زبون، هيرو بطل ولا كليرك، طبعا يبقى هنا كلمة amateur اللي هي هاوي. The suffix space gives the noun of the word disable، طبعا كلمة disable لما اجي احولها الى noun خلي بالك هو بيقول لك ايه بيحول الى اسم، طبعا يبقى كلمة disability يبقى بنحط هنا ity. اللي بعدها the prefix space gives the opposite of the word renewable، قلنا opposite يعني عكس renewable، كنا حافظين اللي هي كلمة non renewable، يبقى الإجابة رقم B. غادة likes designing houses، بتحب تصميم المباني، she wants to be space، يا ترى دكتور ولا كلمة dentist ولا كلمة architect ولا كلمة nurse، طالما قال لي تصميم منازل يبقى قلنا an architect اللي هي الإجابة رقم C. بول ذا هاي دام هيلبد اس ا لوت تو، السد العالي بيساعدنا كثيرا ان احنا نعمل ايه؟ سبيس ذا ووتر اوف ذا نايل، يا ترى دامج يدمر، كنترول يتحكم فيه، ويست يهدر، ليف يغادر، طبعا يبقى كلمه كنترول بمعنى يتحكم فيه. سبيس ار بلينز اللي هي طائرات، ذات دونت هاف any wings من غير أجنحة، يا ترى ترامز ولا ترينز، درونز، فانز، يبقى طبعا هنحط هنا كلمة درونز اللي هي طائرات بدون طيار. Space is the ability قلنا اللي هي القدرة of doing something well، حاجة تقدر تعملها بشكل كويس، يا ترى سكال جمجمة، سكيل مهارة، سيل شراء أو بتجيب معنى يبحر ولا سيل يبيع، طبعا يبقى هنا كلمة سكيل قلنا بمعنى المهارة. نروح بعد كده للتدريبات الخاصة بالجرامر اللي هو القواعد بتاعة الوحدات، وهنبدأ بالجرامر بتاع يونت 7 الوحدة السابعة بداية من صفحة 26. طبعا كنا خدنا في الوحدة ديت اللي هي صيغة الباسيف اللي هي المبني للمجهول، في البريزنت اللي هو المضارع، وفي الماضي، وعرفنا طبعا في البريزنت قلنا بنبدأ بمفعول وبعد المفعول بنحط يا ام يا از يا ار وبنجيب البي بي اللي هو تصريف ثالث للفعل، وفي الماضي قلنا مفعول وبنحط كلمة ووز او وير وبرضه تصريف ثالث للفعل. اللي عايز يرجع للفيديو الخاص بأهم جمل الجرامر والأفكار المتوقعة في الامتحان إن شاء الله هيلاقي اللينك موجود في الوصف أسفل الفيديو، وكمان شرح الجرامر كامل بتاع الوحدة في فيديو آخر. نبدأ السؤال الأولاني، بول ذلك كلمة ليك اللي هي البحيرة، اسأل نفسك كده في جمل زي ديت بشكل بسيط خالص عشان تعرف ليك البحيرة هل هي اللي بتعمل الشيء ولا لا؟ لو مش هي اللي بتعمل الشيء يبقى ديت مفعول على طول، يبقى بنجيب ام از ار وتصريف تالت بطريقة سهلة خالص. طب ذا ليك از فيل ويز ذا برايت بلو ووتر، طب هل البحيرة هي اللي بتملى نفسها بالمية؟ لا، يبقى هنا از محتاج بعدها تصريف ايه؟ تالت، يبقى هنحط على طول كلمة فيلد، يبقى از فيلد ونحط كلمة ويز.
لاست يير، طالما قال لك كلمة لاست يير يبقى بيتكلم على ايه؟ مضارع ولا ماضي؟ اكيد يبقى ماضي. ميني هومز، المنازل ار بيلت. هتقولي طب ما هي ميني هاوسز ار هي توصيف تالت، بس اقول لك الزمن ايه؟ ماضي. يبقى الماضي هنا من ار، يبقى هنحط كلمة وير على طول. اللي بعدها هو ووز ذيس وول، بيتكلم على الحيطة او السور. ها فاعل ولا مفعول؟ هتقولي لا الحيطة مش هترسم او مش هتلون نفسها، يبقى هنا هنحط تصريف تالت، يبقى بينتد على طول. موضوع سهل جدا جدا ان انت تحل فيه. طب ذا نيوز، اتفقنا ان كلمة نيوز زي كلمة فرنيتشر، زي كلمة ماني، تعامل معاملة ايه؟ المفرد، يعني اسم لا يعد. يبقى هنا ار واتشت باي الي، طبعا ما جابلكش علامة ماضي ولا حاجة، يبقى هنحط كلمة از. ذا بيتشز ار، الشواطئ، هل هي بتنظف نفسها؟ لا، يبقى تصريف ثالث على طول من كليننج، هتبقى كلمه كليند، يبقى هنحط كلمه ار كليند. طبعا هو جاب لي ار هيت، يبقى تصريف ثالث كليند على طول. سم اوف ذا تيرتلز ايجز، اللي هي البيض بتاع السلاحف، ار ايت باي بيردز، هل البيض هو اللي هياكل نفسه؟ لا، يبقى تصريف ثالث على طول، يبقى هتحط كلمه ايتن. The pyramids is visited by tourists. Pyramids مفرد ولا جمع؟ هتقول لي جمع، يبقى تاخد از ولا ار، يبقى هتحط كلمة ار على طول. طب ليه يا مستر ما قلناش كلمة وير؟ مفيش حاجة في الجملة تدل على ايه؟ على ماضي. طب ذا ايميل از سنت باي الي يسترداي، هنا يسترداي علامة ايه؟ ماضي. يبقى الايميل مفرد تاخد از في المضارع، في الماضي تاخد ايه؟ شطار، يبقى ووز. ميني رودز، الكثير من الطرق، وير، خلاص بعد وير هجيب تصريف ثالث. طب ما تقول لي بيلد هيت اخرها دي، احنا اتفقنا خلاص ان بيلد هنا فعل او حرف اساسي في الكلمه اللي هي الدي في كلمه بيلد، بي يو اي ال دي، ديت المصدر، انما الماضي وتصريف ثالث منها يبقى كلمه بيلت على طول، زي سند وكلمه سنت. هو ووز ذا تليفون انفنت باي، عندك كلمة ووز وتليفون، هل التليفون اللي اخترع نفسه؟ هتقولي لا، يبقى صيغة مبني المجهول من انفنت، يبقى كلمة انفنتد اللي هو تم اختراعه بواسطة. نروح بعد كده للتمارين الخاصة بجرامر الوحدة التامنة. طبعا كنا خدنا في الوحدة التامنة ديت اللي هي حالة اف، اللي هي اسلوب الشرط الحالة الاولى، وطبعا كنا خدنا ان اف بنجيب مضارع بسيط، جواب الشرط بيكون كلمة ويل زائد المصدر بدون اي اضافات. كنا خدنا كمان اللي هي تعبير عن التناقض باستخدام كلمة بيكوز او ذيس از بيكوز، وخدنا كمان كلمة هاويفر، وخدنا كمان كلمة نيفر سيلس. وقلنا برضو في الوحدة ديت الجزء الثالث من القواعد كان استخدام الافعال اللي بجيب بعدها تو زائد المصدر، زي كلمة نيد، زي كلمة ديسايد، وكمان خدنا الافعال بجيب بعدها اي ان جي، زي كلمة انجوي وكلمة افويد. برضو الفيديوهات ديت واهم الجمل الخاصة بالجرامر ده في اللينك ان شاء الله في الوصف اسفل الفيديو دوت للي حابب يرجع لها. طب نروح بقى للتمارين، بداية من صفحة 28. اف، طالما جاب لك كلمة اف يبقى انت هتقرا كويس. في المنهج عندك السنة دي حاجتين اتنين، الحالة الأولى والحالة التانية اللي خدناها في الوحدة التاسعة. بتشوف لو جاب لك اف وجاب لك مضارع يبقى دي الحالة الأولى، بتجيب ويل والمصدر أو أي كلمة بتساويها سواء إثبات أو نفي. طب لو جاب لك اف وماضي يبقى بتختار وود والمصدر أو أي كلمة بتساويها زي كلمة كود، وهكذا في الحالة التانية اللي احنا قلناها. طب السؤال بيقول if we burn plastic rubbish it would pollute the air. طبعا هنا جاب لك اف وجاب لك مضارع، يبقى وانت مغمض محتاج مين؟ شطار، كلمة will على طول، ما فيهاش اي مشكلة. what will، خلاص من غير ما تكمل الجملة، will دايما بعدها ايه؟ مصدر، من happens يبقى كلمة happen. A good sense needs، نروح بقى للافعال. need خدناها من الافعال الثابته اللي بجيب بعدها ايه؟ ها شطار، تو زائد المصدر يبقى تو ستادي. اللي بعدها تامر should avoid، خدنا avoid من الافعال الثابته اللي بجيب بعدها اي ان جي، يبقى eating. نور decided من الافعال الثابته اللي بجيب بعدها تو زائد مصدر، يبقى تو visit. رقم ستة سما انجويز من الافعال الثابتة اللي بجيب بعدها اي ان جي برضو، يبقى كلمة بلاينج. هاو وود تامر فيل اف هي جوز، ادي اف وجوز، يبقى دي الحالة الايه؟ الاولى، يبقى انا محتاج وود والمصدر، ولا ويل والمصدر، ده هو جاب لك وود، يبقى وود دي الحالة الكام؟ التانية، يبقى هنا دي الحالة الاولى جوز، يبقى هنختار ويل زائد المصدر. طبعا هو جاب لي المصدر بعد الفاعل تامر، يبقى هنا ويل تامر فيل.
Our school wants خدنا الفعل want من الأفعال الثابتة اللي بجيب بعده to زائد مصدر يبقى to start. The girl ran يعني جريت. She was afraid يعني كانت خايفة. يبقى هنا سبب ونتيجة، يبقى هنقول because، يبقى هي جريت لأنها كانت خايفة. He was feeling ill كان بيشعر بالتعب، يبقى هو تعبان. Because he went to school راح المدرسة، يبقى أكيد ديت إيه؟ تناقض. تعبان وراح المدرسة، يبقى هنا طبعا ناخد بالنا بقى من الشكل، جاب لي فول ستوب وحط لي الكوما. طبعا قدامي حاجة من اتنين، يا إما كلمة however صح خلاص، أو كلمة شطار سامح حد قال الإجابة هيت، ها برافو صح، اللي هي كلمة إيه؟ nevers less. تمام، يبقى نيفر ثلس او كلمه هوفر اللي هي بتعبر عن التناقض. نروح بعد كده لتمارين الجرامر الخاصه بالوحده التاسعه بدايه من صفحه 30. كنا خدنا في الوحده ديت اللي هي خلاص استخدام قاعده اعتاد ان اللي هي كلمه يوست تو، وقلنا يوست تو اجيب بعدها مصدر بدون اي اضافات، وكمان كنا خدنا قاعده في الحلقه الثانيه ماضي بسيط جواب الشرط اللي هو وود زائد مصدر بدون اي اضافات. نروح للسؤال الاول، بيقول وات ديد محمد يوست، طبعا هنا ماضي لا ما ينفعش مع كلمه ديد، قلنا ديد وفاعل ثم مصدر، يبقى هنا نحط بس كلمه يوز. If Sarah gets up early she would catch the bus. ادي اف وجاب لك وود والمصدر، يبقى انت محتاج ماضي بسيط من جيتس، يبقى كلمه جوت. هالا يوست تو رود ا بايك بات ناو شي دازنت، طبعا يوست تو زائد مصدر، يبقى هنحط كلمه رايد على طول. وخلي بالك الكلمه دي طالما جايه بمعنى اعتاد ان بنطقها يوست، يوست بالت مش دي، يبقى يوست. ارجع برضو القاموس عشان تتاكد من النطق بتاعها، اللي هي طالما جايه بمعنى اعتاد ان يبقى يوست تو. وات ويل يو دو اف يو هاد ا لوت اوف ماني، طبعا هنا جاب لي اف وهاد ماضي، يبقى انا محتاج كلمه وود، يبقى وات وود. عبد الله didn't use space play، طبعا ما ينفعش اجيب المصدر بس لا، يبقى تو زائد مصدر، يبقى تو بلاي. If we live in Alexandria we would go، would go يبقى الحالة كام؟ التانية، يبقى أنا محتاج ماضي من live، يبقى كلمة lived. الجملة السابعة they don't use to have clean water when they were young، طبعا اعتاد أن في الماضي بس في النفي، بنجيب مين؟ شطار، يبقى كلمة didn't. Did Salma use to watch video games when she was five؟ انت حفظت مع كلمة ديد حتى لو ملهاش علاقة بالقاعدة، قلنا ديد دايما فاعل ثم انفينيتيف مصدر بدون اضافات، يبقى هنا نحط كلمة يوز. They would won the match if they played well، طبعا would زائد مصدر، يبقى نحط كلمة win. يوسف used to gets up early، طبعا to زائد مصدر، يبقى هنحط كلمة get up بمعنى يستيقظ، يبقى used to زائد مصدر بدون اي اضافات. نروح بعد كده للجرامر الخاص بيونت 10 الوحده العاشره بدايه من صفحه 31. طبعا كنا خدنا في الوحده ديت زمن البريزنت بيرفكت اللي هو المضارع التام، وده كنا خدناه في الترم الاولاني في وحدتين، وعرفنا اللي هو هاب او هاز وتصريف ثالث للفعل، وكمان خدنا زمن المضارع التام المستمر اللي هو هاف او هاز وبين او بن وفعل زائد اي ان جي، بالاضافه بقى للقاعده الاهم في الوحده ديت اللي هي قاعده الباست بيرفكت اللي هو الماضي التام، قلنا اللي هو هاد زائد البي بي اللي هو تصريف ثالث للفعل، مع الروابط زي كلمه افتر، زي كلمه بيفور، زي كلمه وين، زي كلمه تل وكلمه انتل. نروح للسؤال الاول، بيقول هاف شي ايفر يوزد ا تيليسكوب، طبعا الفعل هنا مين؟ شي، شي ما تاخدش كلمه هاف، جمله سهله، يبقى هتاخد كلمه هاز ونخلي الاتش كابيتال عشان بدايه السؤال. عمر هاد فينيشز هيز هوم ورك بيفور واتشينج تي في، مع كلمه هاد اتفقنا بجيب ايه؟ البي بي تصريف ثالث للفعل، تمام، يبقى هنا هنحط على طول كلمه فينيشد اللي هي تصريف ثالث للفعل. الجمله اللي بعدها بيقول جودي اند لامار هاف بينج ان الكسندريا فور 3 دايز، طبعا هاف زائد ايه؟ تصريف ثالث من بينج، يبقى كلمه بن او كلمه بين.
Has شهد never visited Cairo؟ طبعا خدنا ده سؤال وقلنا اللي بتيجي في وسط السؤال مش كلمة never، كلمة ever. طبعا خدنا في السؤال في الوسط بنحط كلمة ever وفي الآخر بنحط كلمة yet. What has you been doing at school this week؟ طبعا الفعل هنا مين؟ you. you ما تاخدش كلمة has، لا you تاخد كلمة have، يبقى نحط كلمة have على طول. اللي بعدها سلمى has did her English homework. طبعا مع has محتاج ايه؟ تصريف ثالث من did، كلنا حافظينها يبقى كلمة done. نور has been study all day. طبعا has و been يبقى ده مضارع تام مستمر، طالما الجملة بادئة بسبجكت فاعل يبقى أنا محتاج ing، يبقى هنحط كلمة studying يبقى ing على طول. has حسن visits France before. طبعا has يبقى أنت محتاج تمام جدا تصريف ثالث للفعل، يبقى من visit يبقى كلمة visited. اللي بعدها my friends has started a recycling project. طبعا مع كلمة friends اسم جمع، يبقى المفروض احط كلمة have على طول. اللي بعدها have you ever been to Alexandria؟ مع كلمة have محتاج ايه؟ تصريف ثالث للفعل برضو، من be يبقى كلمة been، be e n. نروح بعد كده لتمارين يونت 11 اللي هي الوحدة ال 11. طبعا كنا ناقشنا في الوحدة ديت موضوع مهم جدا جدا اللي هو مراجعة على الباست سيمبل الماضي البسيط، وكمان الدرس الأهم اللي هو ريبورتد سبيتش اللي هو المباشر والغير مباشر. كل الفيديوهات ديت موجودة إن شاء الله في الوصف أسفل الفيديو. نروح للتمارين في صفحة 33. بول زير ووز ميني بيبول ان ذا زو لاست فرايداي. هنا بيتكلم على لاست فرايداي ماضي. هتقولي طب ما هي ووز اهيت يا مستر ماضي، بس خلي بالك هنا بيتكلم على بيبول. طبعا اتفقنا ان بيبول تعامل معاملة الجمع، حتى لو انت مش فاكرها عندك ميني، ميني دايما بتيجي مع الجمع، يبقى هنا الجمع من ووز، يبقى هنحط كلمة وير. The teacher told Mona that he checks her homework. طبعا خدنا في المباشر وغير مباشر قلنا طالما فعل القول ماضي يبقى الفعل ده هيكون ماضي، هنا checks يبقى الماضي منها، يبقى كلمة checked على طول. خد بالك من ملاحظة مهمة جدا، دايما كده لو فعل القول مضارع هتجيب مضارع او مستقبل، فعل القول ماضي زي told او كلمة said يبقى انت محتاج ماضي، اي ماضي بقى على حسب الزمن او العلامة اللي هيجيبها لك. Yesterday Yusuf finds his lost keys. طبعا yesterday علامة ايه؟ ماضي، يبقى الماضي من كلمة find، يبقى كلمة found. سلمى said that they don't go to the park on Monday. هتقول لي سهلة بقى، استنى يا مستر قبل ما تقول انا هحلها لك. هتقول لي مفتاح الجملة ديت كلمة ايه؟ said. هقول لك شاطر برافو عليك. said مضارع ولا ماضي؟ مضارع؟ لا غلط، ماضي طبعا. سيد ماضي، يبقى انت محتاج فعل ايه؟ ماضي. الماضي من دونت يبقى مين؟ ها برافو انت كده جاوبتها صح، يبقى كلمة didn't على طول. طب اللي بعدها what do you do last Monday؟ عندك last علامة ماضي خلاص وانت مغمض، يبقى did على طول. The little boy said that the factory is on fire. ها مفتاح الجملة مين؟ said ماضي، يبقى انت محتاج دهيت ماضي. الماضي من is يبقى مين؟ was على طول. اللي بعدها was there a bank near the school؟ yes there is. خلاص السؤال بدأ was يبقى yes there، ونحط كلمة was. عادل said that he wants to visit the water park. ها مفتاح الجملة said ماضي، يبقى أنت محتاج ماضي من wants يبقى wanted. سلمى didn't eat Christmas yesterday. هتقول لي طب ما هي yesterday محتاج ماضي، فانا جبت didn't وايت اهيت، ما هي ايت ماضي. هقول لك لا خلي بالك ما تغلطش بقى في حاجه زي ديت، احنا قلنا didn't دايما بعدها ايه؟ infinitive مصدر. اه صح، يبقى من اي من ايت يبقى هنحط كلمه ايت. The young girl said that she doesn't go to the cinema. ها اتحفظت سهله، مفتاح الجمله said، يبقى انت محتاج ماضي من كلمه doesn't يبقى didn't على طول، يبقى هنقول didn't go to the cinema. نروح بعد كده لتمارين يونت 12 الوحدة ال 12، وطبعا كنا المفروض راجعنا فيها الأزمنة اللي بتعبر عن الفيوتشر سواء باستخدام كلمة will واستخدام going to. نروح للتمارين اللي موجودة في صفحة 34. السؤال الأول بيقول in the future all of our energy will be renewable. will زائد ها
سمع الناس قالت الإجابة صح، يبقى will والمصدر يبقى be على طول سهلة. سلمى hopes that she work as a doctor when she is older. hope بمعنى يتمنى، يبقى will زائد مصدر، برافو، يبقى هنحط كلمة will والمصدر يبقى كلمة work. ألي won't be able، خدنا القاعدة ديت able ها بعدها دايما تو زائد المصدر يبقى to achieve، كلمة achieve اللي هي يحقق، يبقى achieve his goal. when عبد الله is older لما يكبر he is going to، حفظنا going to زائد مصدر من كلمة works يبقى كلمة work. how will driverless cars improves our lives، will زائد مصدر يبقى نحط كلمة improve بمعنى يحسن أو يطور. زمان is going، حفظنا going بعدها على طول برافو to زائد مصدر يبقى to water بمعنى يسقي. our team won't will won't مصدر يبقى نحط كلمة be من كلمة been. what will scientists be able to ها to زائد برضو ايه مصدر يبقى نحط كلمة do. I think the weather اللي هو الطقس will space being hot tomorrow will زائد مصدر من being يبقى نحط كلمة ايه كلمة be hot. اللي بعدها are you going visit، لا going to زائد المصدر يبقى نحط to visit، يبقى are you going to visit يعني هل هتزور your aunt ونحط كلمة tomorrow. كده نكون انتهينا من الجزء الاول من حل كراسة المعاصر اللي هي a week is enough.